التعذيب الممنهج واحدة من الأزمات الكبرى التي تعيشها السجون في لبنان، فبحسب مفوضية حقوق الإنسان اللبنانية يتلقى أكثر من 80% من المعتقلين في السجون اللبنانية التعذيب بمختلف أشكاله، وهناك حوالي 43% من السجينات جرى تعذيبهن داخل المعتقلات. هذه الممارسات شكلت هاجساً كبيراً للمراكز الحقوقية، ودفعت مركز حقوق السجين في نقابة المحامين في طرابلس والشمال في 16 نوفمبر 2021 لتفعيل شكوى التعذيب ضد وزير الدفاع السابق لياس المر في سويسرا، وتستند الشكوى إلى رصد عشرات حالات التعذيب أثناء توليه وزارة الدفاع، علماً أن المر منذ عام 2013 يشغل منصب رئيس مؤسسة الإنتربول من أجل عالم أكثر أماناً ومقرها جنيف. الشكوى ضمت عدداً من الشهادات الحية لضحايا التعذيب في لبنان. جرم الأبشع أنه ابني من بعد سنة ونص عذاب بسجن الإبة عانى أمراض جلدية، عانى أمراض صحية، جلده صار يوقع يهر، صبيع إجريه، صبيع إيديه، الحبوب براسه تطلع أكيد، ومن المؤكد ومن الطبيعي ما عندهم حبة بنادول، مش مرهم أو مش علاج أو مش تحاليل أو مش فحوصات ليعرفوا نوع الجرثومة اللي بجلده، حبة بنادول ما كانوا يعطوا، مرهم ليداوي جروح وما في ولا دواء ولا ديناك للحروقة ولا شيء. أمي بتقولي ما عم نبلا بالسعلي، هلا اتفقنا قبل نصلي. أمي حتى دواء للسعلي ما عم يعطوك؟ أمي والله عظيم زي اعتذالية، بيقولوا لي ما في لا دواء ولا حروقة ولا ولا أمي ولا شيء ولا شيء. ابني بوصل على الباب ما بخلي أمي على الصدري جوا بفوت. أشخاص ما عم بيقدروا يشوفوا أهلهم بطريقة منتظمة، وهذا كتير بيأثر على نفسيتهم. في ناس عندها أولاد، في ناس عندها أخت خي بحاجة لهالدعم العائلي ليقدروا يكونوا عم بيصمدوا بداخل هالسجن، خاصة وأنه السجن هو ما بيراعي أبداً موضوع الاندماج، إعادة الاندماج الاجتماعي من بعد ما يظهروا، أو حتى إعادة التأهيل داخل السجن، مع أنه في مشاغل داخل السجن ولكن لأسباب مالية وسياسية ما عم بيتم العمل بهيدا النظام.